بسم الله الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله عن عبادة بن صامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك وحن كده حجرني رسالة ذي هيد مختصر صحيح البخاري أو لابن أبي جمرة حديث كان أفراد والله قولنا عبادة بن الصامت وحور هاي عن عبادة بن الصامت روى البخاري بخاري وحوري عن عبادة بن الصامت بكوري كل دي حديث تام وذا بخاري وإلا هو مختصر صحيح البخاري وسجى ورنوي عن عبادة بن الصامت بكوري رضي الله عنه الله كرى للنقضي وكان وحوها عبادة شهد من حاضرة بدرا ده قال كي بدر من حاضروها وهو عبادة عبادة بن الصامت أحد النقباء نبضون ذي متكمد أه أيوها نبضون ذا سو ليلة العقبة أي بيعة العقبة بيعة العقبة الثانية أهوة بيعة العقبة اللبية هيد تاني مركوا تي اللبادوة تي كوات نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام مركي لأمري إنو ضدك أدقو توحيد كان جارسيو تلكي سوار بحق لي بقن مركوا حاوهيد واختي هذا حجك ويعربت أسكوا ذا إمادان يقو قاله حجنجرين وحجكو دنا الشرك باكل هنا مر الله مركي سو حجيا قبائل من لو في دي سنجر مرك ساس ودقن كودا ها نبي عليه الصلاه والسلام قبيل والب مرك ميشود اوو تغي جيري مركا سو و كو دي جيري يا اي ودان يو تلكيس يدخغين يو الدفاعي و الله سبحانه وتعالى وجنه ضمانت قاله مركا سي و خي دي جيرين ان بدن او يغا كميدا هدان كو ودنو وانا نغا كو دفاعنو oo dirita adiga dhimato jagada iyo madaxtinimada iyo hoggaaminta anaga ma leena markaas wuxuu dhigi jiray nabiga kaleey salaatu wasalam taas ilaahay u taala cid uu doonana u doorana hadaba naga daayay dhigi jiray marka kuma wadanayne qabaail ka marka uu u tagay waxa kale kamid ahaa reer ansaareed taban kamid ahaa marka rumaysay markii hore taban inay ahaayeen thaabit ah 12 na wala sheeg laakiin sida saxiixa 10 ahay tabanka rumeyaa laabtay magaalada madiina ku laabtay oo talkoodii reer ansaar u sheegay sanadkii labaad ay soo noqdeen iyagoo dhowr iyo toddobaatan in la itlaaqaa haboon way 37 weel wala sheegay 27 la sheegay 47 la sheegay 87 wala sheegay khilaafaad ziyada laakin waxa la isku waafaqsan yahay bid'in wa 70 inay ahaayeen dhowr iyo toddobaatan inay ahaayeen أي سنة كلابات نبيك أغسوا اللابتين دورية تدباتن كاس وحاك له قامني اللبية تبان أضيال ونبادونا أي دورية تدباتن كاله قامني اللبية تبان كأضيال ونبادونا دعاه متكمد هو عبادة بن الصامت اللبية تبان كامركة وحي كتر جميين قبائل كودي عبادة بن الصامت مركة عدي أساق مركة أكسو جيد نفئي مالني كدفاعيان أي نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام أبلنقات marka ahadun nuqaba markii la yataasa loo jeeda nabadoonadii mid kamid u aha laylatul aqabati ay bay'atul aqabati thaniya loo jeeda way dhoriyo todobaatan in ahaayeen marka anna rasuulullaahi rasuulka allah sallallahu alayhi wa sallam qaala wuxuu dhahay wa hawluhu wal halu hawluhu agagaarkiisa ay ahaadeen isaabatun jamaa'u ama koox oo min ashaabihi sahabada nabiyyi muhammad kamida iyadoo sahabadiisa دور كمد أهي أغير كيس أي فديان النبي وحو داي بايعوني بلن إلى قلا على ألا تشركوا بالله شيئا الله إني إذا شركي أسمينين بلن إلى قلا
شيئا توا نكرة ولما نكرة في سياق النفي نفي نوى لا ذكا والرئيسه أسوليين تنا قواعد ذو حاكم ذا النكرة إذا وقعت في سياق النفي أو الشرط تفيد العموم تعليقه سنة شيخه وكو قرية وسداد كأيكتو شيئا توا حاوي نحول لي ونكرة في سياق النفي فتعم عام لماذا انتو كيمانية ماشا عام لماذا كيمانية سوحيتها على ألا تشركوا إني ذن لو ذا جنين بالله الله شيئا وحنا لا وحودونا يا النقض ملك إلهي حقي سلقدوا يا النقض رسول إلهي وصدر ها النقض ولي صالح ها النقض إنا ذن إلهي الشرك السمينين عام وامر الله رأى لك ما هي الشرك الله السمين أحد كعبادة حق أولها هدي عد أسقى آنانا هين وحلقصي عبادة دي تاسي عدة أتكسيني سيد قيمه اللي يهين لأيه مايو الشرك يا شريعة أغتقانا هذا النبي الله محمد قيب كسيس عبادة دي إيا هداد وحاويان إن سنم أما نجح أما الله أد عابده إلهي عقي سواسم والله رمى كان سنم يا نجح يوحل منه عابده كان خير وخير البشر عابده لما أرناه إلهي حقي سشرك هي كتهيوية على ألا تشركوا إني ذن لو داجرين بالله الله شيئا وإحنا بقى مركوا أنا كير سيدا سيكوتها في سياق النفي نفي قنا وإلا هذا كوربرت عامل ماذا ما يشعر سيكتبين كو ولا تسرقوا إني ذن وحر حد تاني يتوغنم إني ذن لا إيمانين بلن إيوالا قلا ولا تزنوا إني ذن زني سنين بلن إيوالا قلا ولا تقتلوا إني ذن دلين أولادكم بشين إذن كرشين إني ذن دلين سببت النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام دل ماذا غرت قف لدلو مدبنا معه قارهان قف إيمان له إن لدل ما بنا عنه محمد النبي الله محمد وخصي سي أبتك ولا تقتلوا أولادكم تخصيص كاس أبتك بس محمد وخصيص حالة دمر كاس والنبي قلنا ولايا وحا عام بحضي إن أبتك للايا القرآن كان إن بدن وبتل ما هو مسادك سنتين حالة مركة تاجنو لو ذا جرني يهيه الله بدن إذا بدعني ولا تزنوا ولا تقتلوا سيد بدن القرآن كان وإذا بدعان حديث النبي الله محمد وإذا بدعان وايو تهري الزنا ذي كإمادة غالبا أبتك الله بدن وحادرا دل ماذا أبتك كو هرتها زني سنين بل النبي قال ولا قليوي عليه الصلاة والسلام هذو الشيطان وعدوك وحن باري بعضهم وماشا وحي كبشان كو كسي وينو هادنا كسي شقينا ينات كسي بعض وهي أبت كماشا كي ماضي وحاوي يا شرفت هذه يعيب ياسم كو دعين يا وحلمدا إن أبت كي الله الله ضد هادنا مسلم نمشي يغانا يعني تخاطران اسكت الماما يميلا بأفرتين با سي أبت كي الله الله وانا جريمة آد أوين زيندنا كسي دران آد وكسي درانو ولا تأتوا إني ذا لإماني من بلان إلى قرأ ببهتان بين تاسو تفترونه آت سميسان إيسان بين أيديكم وأرجلكم من قبل أنفسكم نفتي إن حقينا آت كسميسان إيسان لابد هذه الجملة وذا سعدان تعليقه سنة الشيخ وكو قريا وكي كرتا وحاويان ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم قعمه إني يلغيه نهرتوت حلو جيدا لبضع صوضا صعدان من قبل أنفسكم حلو جيدا بين عاد إذن كنفتي إن حقي إن كسر ميسان إنسان إن ذي الإيمان إن بلن ولا قلق وبين أبورد أما مصبت كوحان النغانو ولا تعصوا إن ذن عاسنين إن بلن ولا قلق في معروف شيء معروف لمدي صلى قرن يوني لا أمري إن ذن كعاسنين إلهي سبحانه وتعالى وحو إذن أمري أما النبي الله محمد وإذن أمري إن ذن عاسيان لإيمان إن بلن ولا قلق أرماها اسمر كون نبي الشيخ عليه الصلاة والسلام وحويري فمن وفى قفك أوفية منكم حالو إذنك إذن كمدة أرماها لصوشي قفك أوفية إذنك إذن كمدة فأجره أجر كيس قفكاس على الله الله حقي سوء هذا أجر كاس إلهي حقي سوء هذا قفك بلماها أوفياي رواية دان عبادة بن صامد مشيقين لكن رواية دي معاد وجبل الشيكتي أجر كاس وحي عديس الرواية ذا سنة جنة فأجره على الله يعني أي الجنة والجنة ذوها رواية معادل وجبل عن عدينيس قفكي مرك أوفية جنة وليه محاصوها راي مرك كان أوفنين
ومن أصاب قفكي كدعا من ذلك حال أرنكا كأهادي حجيسة الرماز لصوشيغي قفكي كدعا شيئا شيء ودعا قد بدا لصوشيغي محيا هايين كو شركي لغو توغنينو سدح زينو أفر يا شن هي اللي حاده ودم بيسني وانت نعم شيء أنت المركة تعليقه صلى الله عليه وسلم مهم صوتك كان إذا يكون دورين وأساسه ومن أصاب قفك أصيب من ذلك أرنك شيئا شيء كأصيب شيئا تصفيري وأنك روى في سياق الشرط يا دعلي شرط جنا ومن تكهر ريسوا نكرده هدي في سياق الشرط لعذن عامني من فائديسا لكن فيه تخصيص مش هس تخصيص أكو سجن الرماه سنبي جاؤوا شيء قالوا قلنا بلا ما يمحوه الري يا شركي شركي جوا الله جرب كل مرك ما شركي كسر رب شركي آية ذكرت هو صنع شيخ واقو قريا ومن أصاب من ذلك شيئا غير الشرك سوما جدا أنا الشرك أهين لتخصيصه بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قفك هذا الشرك كل انتو لا مدافع كاوالا نارا لا شك لكن وزني استيك ما طوبت كيني وابنت وارن كالي توغنمو كدعيك ما طوبت كيني وابنت وارن كالي وحاوي ينزلو كدعي كما طوبت كيني وابنت وأرن كله، سيدو كان أبدو الدلي، أما نفو الدلي، كما طوبت كان واردنت، وأرن كله، بين مسبب إيه بين أبور الله إماده، أما عصيان الله إماده، وحالنا ذنوب صغائر روح، وحال ذنوب كبائر روح نجيدة، وذنوب كبائر أهوى، قفك حال كيسوح ونبي الناس وذا لكن شركك طاهر تكرب، شركك آية ذكرت، ومن أصاب قفك كدع من ذلك أرن كحالك هذا الشيء شيء كدع وفعوقب العقاب عقاب طلب النقر مرك إن حدك لقوا فيه تقولني ماذا هذا اللو سمي زين ماذا هذا اللو سمي عقاب تتاوى النقر كرتا أما وحيك لي نقر كرتا لما أوفنيني حدك لقوا أوفنيني مصائب باكو دعين حنون إي بلايا كو دعضي مؤمن كالنبي محمد وشيه صلوات ربه السلام عليه مصائب تكو دعيسيني دمي لافت مرك فعوقب لقوا عقاب في الدنيا الدنيا عقاب طلب هذا سيكو دعضا ونط الماما بهجة النفوس شيخة فهو قف كاسي أو أدون كاللغو عقابي كفارة كفارة قد يؤتهي له قفك كفارة قد أي أرنك أؤتهي ومن أصاب قفك أصيب من ذلك أرنك شيئا شيء كأصيب ثم مركو أصيبه كبعي كذلك ستره الله إلهي وعب أستره فهو فأمره قفك هو أصب مفوض ومدلو بندق إلى الله الله حقيس مدلو بندقه فهو إيه فأمره مفوض أرنكي سوى الله بندقي إلى الله الله بالله بندقي بندقوا أن عمرك واطن إن شاء هدو الله دون عفا وعفن عنه حقي سقفك وإن شاء هدو دون الله عاقبه قفك وعقابه قال بدأ المركة نبي الله محمد ونوشيغي صلوات رب السلام عليه كوهرت إن لورب بلمو أرمها أوشيغي بلن تاسني حديث كان عبادة بن سامت وللرجال وه بلن تعده النبي قال لي وصحابتي سرقوا أما دمرك آيات قرآن بيد كتماضي سورة الممتحن دكسونتين يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن آيات قرآن كتماضي دمرك تاني لكن حديث كان عبادة بن الصامد والرجوة بلنتا مركا قفكي أوفيو إلهي جنوه بلنقان قفكي وحكم إذا كردعوه أنا الشركي أهين كردع عني وأدوني ذا اللغو عقابه عقابتا نوعي دوني سهاء هاتي لبدي نوعين وتلمامني كفاري قديوت ما يشعس مركا جوكتا مركا ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له حديك فا قفك العقابه وحدك اللي جئوا فيه ما إنه طابت كينا على جربه مثلاً أنتو صالين زينده وكلا صغب وزني استي هرين يقولوا ما صومرين حدك يسمحوها كرباش صامها ولا كرباشي لكن أصلاً زينده كبت طابت كيني
موسن طابت كان لكن حد كي ولا جو فيه حد أو فين تاس بس ما لو أكانا مس الطابة على جربه هاست تعليق مرك هالمرفيري الحافظ فيري فتح الباري قال القاضي عياض ذهب أكثر العلماء إلى أن الحدود كفارات واستدلوا بهذا ثم قال الحافظ في الفتح الباري ويستفاد من الحديث أن إقامة الحد كفارة للذنب ولو لم يتب المحدود قال كجمهورك وحيته توبت لك مرة حد كمر بهدي لك أوفيه إنه توبت كينا الله كما به حد كاس أوفنتيسا وحي كدغنت قف كاس إن ذنبه سيد الله قرد عفي أي كدغنت جمهور تنسيدا سيكوتاين وهو قول الجمهور وإذن قرأ يزمه وقيل قال كلامك جر قال كوحوية لابد من التوبة وإنه التوبت كان حد كنا لقوه فيه الله رضبه وإن له له وبذلك جزم بعض التابعين إن بضنوا التابعين تكمذا أرنكا جزمي سعيد المسيبة كمذا حصن البصريان كمذا وهو قول للمعتزلة معتزلة سيديكو تكتنوا السيدة ووافقهم ابن حزم وابن حزم الظاهرين قال كاسو جنجيرا ومن المفسرين حق مفسرين تني الإمام البغوي مفسر كي عظيم قال كاسو قضى إيه وطائفة يسيرة إن ير علم ذي كمذا بل سقولك جمهورك الراجع حق أدلة قولك جمهورك حد أوفنتان إني كرد ينتهي طوبة دي أنا طوبة لقربين والعلم عند الله قفك مركة أصيبة دنبية دا متكمدة أنا شركي أهين وإلهي وعيب أسطر وزنيستي لو معيب وحاويان إله وعيب أسطري لما كشفين سيدي يكون انت هنا كطوبة كيني ماي كموسن توبت كيني وازنيستي عدنا لما أغيسين إله وعيب أسطري كمرأ أوسن توبت كيني قف كاس حيبهان علماء السنة والجماعة عقائد كودنا كم إذا حديث كان أساس هو فهو تحت مشيئة الله إله يستي سوء هذا قف إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه الله دو دورنا وعفن دو دورنا وعقابي هذا إلا عدا إلا عفي ويعده جنو قلي محاهري هذا بعدين أن اللعفين ولا عقابيه نار حق هذا لو عقابيه هذو مؤمن أهادي النار تكوار مايو ومسألة أصحاب الكبائر على الله ومن أعظم المسائل وفي العقيدة مسائل شو أقول أوين وعقيدة ذا مركل الجوا لا أحد له سو مجيد ذنوب تان مرك كبائر تا بينو شيء كما توبت كيني ضدو أسكت دري كما توبت كيني وحبو حنتي كما توبت كيني سو مجيد وازني استي كما توبت كيني وحلو يقان ذنوب كبائر أصلاً كتوبت كيني لا نعيب أستري الدنيا ذا وعدنا إيسان أغان أيو سيدا كردنت فهو تحت مشيئة الله إلهي هو استي سوقفك أهادي حديث كان وكعده إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه يولا النبي عليه الصلاة والسلام قفك مركة ذنوب الصغائر الكبائر كل عاية لما قالي سيو لقمان خوست هدو سيدا كل انتني حالك يسوى إلهي مفوض ايه وبلغي ربي هدو دونان وعفين هدو دونان وعقابي وأرن إلهي أتالو هدو مومي علماء وحي كهرلان باجوة النفوسنا الشيخ وكسو قوريا مهمنا دنبيو كدعي دنبي بلانت النبي اللي لقل يميت كمدو كدعي سيدا زينة دوكال زينة دانتو صالة كودني حتك إلا قوفيو موحا هبون إنو أساق محكمة دي إزجيو دهو ساس يساسا أزيني ستون زينان كدعي هاللي هلي يقول في حدك إنه له قر تما أوفها بونه أفضل بدن مسح دان اللي أوجاني إنه يحس إسك قرصدو هاس أو كتوبت كينا أفضل بدن ومسألة مهمة مسألة دس زينو كدعي لما أوجاني ما إنه أسجى بحوم محكمة دي إزجي وحدك هلي يقول في له قرتو أي أفضل بدن مثل ما دان الله عب أسترو عدنا إيسان أوجاني وعد أوجات إيسان جين إنه يحاول أن أرنكيس إسك قرصدا أفضل بدن وإلهي هاس أغطى بدكين مسألة ذا بهجة النفوس شيخ واكو كينية وأنا مسألة فوق هذا وهذا الآن فيها تفصيل تفصيل أنا كنا حسوا ولك لك هذا أرطى محكمة دان كهد لأن الإزقيني وحيا لها هذا جرماء محكمة دان لك هذا وهذا إلهي حدودي سؤولا يوه وقزع بلادي هذا هذا جرماء حاوي أن ميل إلهي حد كيس اللي قو فيني سد عدن من اللي قو فينا يا هذه دولة إسلامية جرتواي طلنا جهاد له وحا
حال حليه تفصيلا لجرين هدي نفتي سأيكون ممنته نفتي سهدي مر والبجعش إنه بلايد كلابط وسمية وكش الله يا أدنى بروا كل عا ونفتي سأكون ممن وأدب أول الله بتا مركز وحافظ اللي بدل إنه كرتو أيه وتجو وحيل باش كم عينكرو نفتي سي كم عينكرو إنه كرتو حد كل جو فيها وناج بدل محاسو هاري وحال مركز لعي هديت لون عيب الصوري إلى يدو عيب الصوري نهاس كتوبت كينا مركز وحافظ اللي بدل وإلهي سبحانه وتعالى وتوبت كينا توبت أصلا والله أقبله لكن أدوقفك كم مني أو ذنوب تنا وحد أجاتان ذنوب توح وغدر المجر تكل الله بشر عدة ذاتك وح كوع عيار يني وطلاعك كقصة مينا ينا والشيطان كوه تنبي ما أنت مركات قشو مر الله بعدين قشو كشقية مر حتى أنت هذا الجليم وحكود كولد دلالي يا ينات كل عاد هدي أب كل عادني وحكو صوري وحيري عادي هنا ومر الله بعد كل الله بنكرت سو مجيد عيادة بالله مركز هذا أفضل جبدا وحياته هاي إنه قفكا وحويان إن هدي نفتي سكوما منطقة أسجى إسديب وحينا كقعتان قصة دي ماعز وقرم يزن ماعز نبي الله محمد والرجمي عليه الصلاة والسلام حتى وكوفي ماعز نبي قوامه ماضي مر الله مركو سلامة يهرف ليست يعقده رسول الله وازنيست كلمة داس مركو النبي كم مقلي بنعم ذي وججست وما بجوابين بواكجست هذا نهرتي سوء ماضي الرسول الله وازني استيحتك هل يقول فيه وكجي استهدر النبي عليه الصلاة والسلام هذا نواسيه هر ماضي مرسد حاد وكجيست مركا أفر هذا حدك اللي قوفي وذو الاستدلال كي قابك وقع تام وحيطاي مركا هره نبي قوان مقلي عليه الصلاة والسلام وحو إشارة يا إليهين أو تلمامي إنه وحي ساس قرصدو إلهي سبحانه وتعالى سيقارة oo hoosad uga toobad keeno jeesashadaas ay ka qaadanayaan waana istinbaad qawi ah dambi hadduu ka dhaco khaliqa ku untay iyo adiga waxa weeyaan idinka isug cid ilaahay kaaga aqoonsasho badan leh oo kaaga xaalkaaga kaga ogaal badan rabbi subhanahu wa ta'ala ma jirto dhunubta ne qofka waxyaabaha ay la harto wa dambiga wax kula harayo انتو قفك كتحدري كلين وكتحدرا مناسبة لبضا لز دبضي يمرك ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم لبضا الرموت ورت الزنا ذو شيء محرم إليه سبحانه وتعالى هو حرم وصائش يدنا وحرم وصائش يد وحرم يدنا وحرم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا الزنا ذا هو دواننا ونهي ريبد لسكر ريبي waxa laga reebayo iyada inaad ku dhacdo ma ee waxa laga reebayo waa inaad u dhawaato inaad u dhawaato waa maxay waxyaabaha hadda sahlan oo la wada sameeyo aragiya kamida kulankiya kamida wada sheekaysiga meel uu ka socdo iyo meel uu u socdo aan la aqoonin ma la yaani ya kamida kullu hada waa muharram fi shariicatina soo majid ani wax caadi ah dadka leeyihiin tan iska nahiyay oo iska reebay kulankii sariirtii galmada bisii in badan dadkii moodan ma aha taas quraankana taas ma balas gareeyinba taa iyadu qof walba waa fahmi kara haram inuu ku dhucu zinadii sameeyay waa muharram laakin si iyadii lagaaga ilaaliyo wixii kugu kalifi lahaa oo sabab ilaahaa ee shariicada waxa weeye min bab sadid daraa'i u xirtay tumarka hadal iska la soconay wadooyinkan wax idin ka dhaxeeyna aanan jirin macnay keensanaysa ma jirto dumar kan iska soo wada baxay oo magaalada hadda iska wada yaacay wada laga mari kirin waa shay muharram ah asaaski laga tagay soo majid kullu hada waxay fududeynayaan in zinadii ay timaado ay fududeynay in zinadii timaado ay fududeynay way dhacday qofki shaytaana ba ku xambaaray waa la geliyay ilaahi subhanahu wa ta'ala uga toobad keen hadii marka ay dhacdo وماشي أبط أو إمهذو أبط كان دل مذي إذا لدلو أما الله سوى حاقه الشريعة ذو بيتكو برنان ما 40 كرم وغسوا هذا لما سألتس حديث كي يحاوي عن عبد الله ابن مسعود سامين أفرت مرحلة مراحشة سد هذا وقف كمري مرنوى نطفة هو عندوف وأفرت المال موت سامة
iyadoo aan dhufoho waliba uusan adkaanin ma banaan in la soo dilo oo la soo tuuro ma banaan waa xaaladda afartanka maalinood aan dhuftay waa xaraam laakiin wixii dhiig oo gabadha ka imaada inaysan xukun ka dhalanaynin waa tilmaam afartanka calaaqada uu yahay oo xinjirta yar oo dhiigga uu yahay ma banaana in cunugii la dilo wax axkaamu ballaaran oo ka dhashaay ma jirto mudqa markuu gaaro cad yar hiliba uu noqdo markay axkaamta ka dhalanayan markaas waa sideetanka wixii ka dambeeya wa iyo boqol iyo labaatan markii u dhammaato axkaamta xooggeeda markaasay kasii dhashaan ilaa naftiya markaa lagu afuufay waqtigiina waa u kaamil noqday soo ma jeedid marka xaaladaha bini aadanka uu marayo xaaladda caloosha lagu abuurayay marnaba ma banaano ubadka in la dilo sina kuma banaano tanina ka dhalataa shaytaan cadowtinimadiisu wuxuu qalbigaaga kaaga dhadhacsiina waad ceeboobaysaa sharaf xumaa kugu dhacayso dadka agtooda qiimo kuma yeelanaysini waxaa weeyaan waxaan halis dhaafiyo si ceebta loo asturo ilaahan idinku dhaarshay dad ceebtooda ceebtaada inay ogaadaan qarin aad qarini sidaad ilaahay subxaana watacaala ceebtaada inuu arko waxaa weeyaan aadan u qarini yastakfuuna min annaasi walaa yastakfuuna min allah wahuwa nacam ma dhahayo shaytaan allahba arinkan raalli kama aha allaha kugu ogaanaayo iska ilaali waa naadir inuu qalbigaaga kusoo rido kugumana soo ridayaba ila hadafka uu kaa ilaalsanaya waa midaas laakiin deriskaa ku ogaanaya asxaabtaada ku ogaanaya waad ku ciiloobaysaa markaas wuxuu kusii ridaya in ilmihii la laayo sidaa lagu dilo oo balaayi iyo kiniini iyo bakhtiya la isticmaalo waxay culummada ka hadlaan dadka meesha u furtay marka si ilmaha loo soo rido soo ma jiraan dad badanoo meel u furteen si ilmaha loo soo dilo taas iyada ahne waa shay muxarama quudka laga qaadanayana waa xaaraam waa waa xaaraam waa dowladaha hadda muslimiinta caalamulislaam wax si hoose loo sameeyo waa gooni laakiin waxaa aasaas u ah mamnuuc inay tahaa aasaas u ah dowlulislaam dowladaha muslimiinta in ubad aanan la soo dili karin saasaa aasaas u ah laakiin saas ay tahay wax un hoos laga dhexwadwado waa ay jiraan laakiin annaga ka bulsho ahaan soomaalideennu caadiya loogu dhiirtaa meelaaba dad ay u furteen gaar ahaan dalka markii la joogaba meelay dadku u furteen oo loo tagaa oo waxaa lagu soo xaaqaa waa shay muxarama ilaahay subxaanahu watacaalana qofku uga boqo bilowga horaa la rabaa arrimahan in amarka ilaahay aada u hoggaansanto ah laa taqrab can zina inaadan zinada marka hore wato u dhowaaninba maantoo dhan uu magaalada socdaa gabar unbuu raadinayay oo natiijada marka uu filanaya maxayta gabadhii saasay u yaacaysaa magaaladii maantoo dhan wareegaysaa shaqo iyo camal ay haysoo la taaban karan aysan jirin natiijada ka imaan karta maxayta waxaasoo dhan inuu qofka ka taxadaraayo waa shay aada muhiim u ah faman wafa qofkii oofiya ballantaas oo minkum xaal idinkii idinka mid ahi fa ajruhu ajarkiisa qofka cala allaahi allah xaggiisu ahaada waana janno xadiidka mucaad baa tilmaamaya waman asaaba qofkii asiibo ku dhacaa loo jeeda min daalika arrinka shay-an shay un uga dhaca waa nakira fii siyaaqi sharti manta shari waxaa weeyaan shartiya takhsiisaa ku sugan hayra shirkiya markaa la leeyay aanan shirki ahayn waayo shirki hadduu qofka ku dhinto ilaahay isagaaba noo sheegay inaanan loo dhaafaynin qofka in allaha laa yakfiru an yushraka bih kaas haddaa shirki ku dhimato dhaafid malaha yeridiis iyo weynidiis dhaafid malaha ka waxaa ka soo hara marka dunuubta wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa wixii ka soo haray ilaahay oo dunuubtaas kabaa'irta ahi wuu u dhaafaa qofka laakiin yuu u dhaafaa liman yashaa yuu dhahay allah xadiidkana nabiga waa sheegay in shaaa cafaa canhu wain shaaa caaqaba facuuqiba la ciqaabo ciqaabta laba miday noqon kartaa in xadka laga oofiyo ama masaa'ib inuu qofka ay ku habsato fi dunyaa adduunyadan lagu ciqaabo fahuwa axadkaasi kafaaratun lah kafaaro guday u tahay waman asaaba qofkii asiiba min dalika arrinkaa lasoo sheegay madkuurkaa lasoo sheegay weeye shay-an shay ka asiiba uma satarahu allaahu allahna uu ceeb astura fahuwa fa amruhu axadkaa mufawidun ama mufawadun waa mid loo bandhigay ila allaahi allah subxaanahu watacaala xaggiisa mid loo bandhigay in shaaa hadduu doono allah cafaa canhu wuu cafin wain shaaa hadduu doonane caaqabahu waa la ciqaabi dadka qaarkood waxaa laga yaabaa marka inay rajo geliso macaasida la sameynayo fahuwa taxta mashiiati illah allah ilaahay hadduu doonana wuu cafin cadaabi saasaa la sheegay inay marka u bataan macaasidii
وإلهان إله سبحانه وتعالى وغفور الرحيم عدة أودافايو وعدوا إلهي دونوا وفي مثاب حال الدنيا الدنيا هذا صور رزق ذات كمرة ذيان صو جناسي هانتي سيكو أبور الهاي صو مرة شا رات سشدة سل الرادين يا الدنيا عدوا إلهي لضروسية من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء وعدوا أسجد دونوا لمن نريد عدوا الله لضروسية كمانا وحويان خيانه حرام سيد مالكو كسبان لهايين لا إمادة هذاني أنا نهلم مركو هدو إلهي سبحانه وتعالى قفك أول لدون مركو صوحوبه عبادة بن صامد فبايعناه نبيان كل بايعتني أو بلان كل قلني على ذلك أرنك دينتي مركو وكهر تعالى واتا دينتي حديث كان إلا أهل علمك إيكوت المامان دينتي إسلام كو رنب وابع سقب بلنت نبي الله محمد لا لقى لي أوكلي هذا قفك كصبح جنديس إلهي سبحانه وتعالى وده ما نتقاله وسهلنت أمرك وأرني سهله صحابة وحي قيمك ويشان ونبي الله محمد سحبديس إلهي وجود دوريني قيب تدم بحديث كفيري فبايعناه على ذلك تدو حي هاي وحي لا أمره خرك قات بلنت سنوي إلاليين صحابة نبي الله محمد وإلاليين قفك استوى مسلم نوين وإلالي شركي وين وسكيلالي توغني ماذا وينو سكيل عليو زينادا وينو سكيل عليو سيدو كلا أبت كاس لوحد قد بيو اللعين ايو اللدين ايو وينو سكيل عليو بين أبورتك إيما صبتك نوعو دون ايها هذي إن لسكيل عليو إن الله سبحانه وتعالى وحونا أمري آن عاسنو أما نبي الله محمد وحونا أمري آن عاسنو إن لسكيل عليو مركي كهد ليا مركا ولا تأتوا ببوتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم وحي ليه نورت مصبت كاس إبن أبورتك وعامو لكن تصاراهان وحيت المامان مفسرين آيات مركي شرحيا حديث كان علماء مركي شرحيا حافظ كان ووت المامان بن أبورتك إنو عامية لكن تصاراهان وحي أوكينا قبلو قبل آنا حلال وهين إني حملي أورك السوقاتو ننكي قبيني يمشك ردوشة كسارتو عيادا بالله وافتراء يمصبت ميشي ودن بيسوا عن أبي بكرة وحال غوري رضي الله عنه وبخاري وكوري بكرة ونفع بن الحارث مقعيسة وصنوك وقر يا تعليق الشيخ رضي الله عنه الله كرى لنغذي قال وحودا سمعت وحان مغلي رسول الله رسولك الله صلى الله عليه وسلم يقول حال ودهيان مغلي إذا التقى المسلمان لبض المسلم هدي كلمان بسيفيهما أيكو كلمان لبض وذي سيف أيكو كلمان بمعنى إزدقال فالقاتلوا إيه والمقتول في النار فالقاتل كوحد لي إيه والمقتول كالدليب في النار يكسوينه لبضوضب فقلت وحانده داي ونفع ابن الحارث يا رسول الله رسولك الله هذا القاتل كوحد لي ها خبرك يا محذوفة هذا القاتل كوحد لي ظاهر أمره أرنكي سوعدة إلا نسقى بوحد لي فما بال المقتول كان لدي لي حال كيسو وامح كان لدي لي سوتو نارك قال يا محت كان وحدي لي قرن يوركيسو وعده قال وحوده النبي عليه الصلاة والسلام إنه متكاس لدي لي كان وحوها حريصا متقو أنصدوها على قتل صاحبه صاحبك ينودينه حريصا تعليقه سشيقه وقرى أي عازما بوده أردت أن سموه حريصا متكو الددال أيها بمعنى الددال بس ما هي ويكبقني إنه دلوه عازمه حديث كان نبي صلى الله عليه وسلم وحونا وغوت المامي لبضقف المسلمين تهدي إزدقالا ولبضقف المسلمين هبكو تهدي إسوقاتا سيفتم حونا نبي وقيلي عليه الصلاة والسلام سيفتم حونا وقيلي وقتها سيظاهر هذا الوقت قلمه سمع لكن حالاً هذا لجوه سيف المقمدة قال لهم هب كالله عيني سكالي دوان بانا زوجه ذا قلائي مر لكن حالاً سيف كالنبي قوت المام وقت قاس هب كالله قد قال لهم هو أهوين أيا سيف تأهيده لبا المسلمة هذه سيف توضي يسكالو إمانان ولبا دوضوبة أي كد ذالي أن مدبامتك كريم الدلو الشرط قاس هو مهم قيب تدنبون النبي هو الشيء إنه كان حريصاً على قتل صاحبه
دور الرموضة مركا حديث كان لغا ريبا يو تعليقه صحافي كان وكو قرنت دور الرموضة لغا ريبا يو حاوي كو لبقف مسلمة مدبا مد صوير لي مدبا هي مد صوير لي كان النفتي سو دفاعانية مركا سو لي ورني كان مالي يقبت ورالي ورني كان معي علسان شرط حديث كان نسو قد قلعي مدبا دقال وضو مدكا كالاني انتو اسكي الالين كرو كتحدري كرو ونفتي سي مالكي سي حليس وبدبات سنكرو ايوكو بدبات سنكرو لكن كما قعنو انو دلو شرطي ما يشاوا كبحدي حدي لعضو انو مركا كادلو هادو ربالنا كاميشو كما جولو لبادة مسلمين لقاحد لايو ولبادة وضو بكود داليان مدبمتك لنو دلو ورطا تاقو فهم وعاكرو كبحيسو لبكو حو مسلمين تي كمدها ازدقالي ومسلمين لبادو labada wada marka la dhaxdhaxadiyay mid aad gudubtay hadiidka waa ka baxaysa oo laga soo reebay way in taayifatan min almu'minina qatatalu fa aslihu baynahuma haye fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra tan marka aad gudubka la timaaday hadii loo safto kuwa kala la saftaayo la laayo lama dhahay dalta muslimayn mise fahim ala madhay waa ka baxay waxa kale oo ka baxay amirka mu'mininta hoggaaminayo كوحة دي كفل لاغوذو بغادة اللوية غانازو كوحة كفل لاغوذي هب أقادتي حكم كيسانا كهر تمات إني الظلمين هاي أنه واللو جيدا مسلمين تي انتك لو حرر أميركا سن أي قرب استاقل أو يكوان هر تمر كهر وغو النصيحين يعني. ورار إن كان كجو سيدا للي هاد دي قادم ويا النصيحة دي والا لاينا لما أرانا يا مركي دالتقى المسلمين بسيفيهما لما أرانا سوال ما فهمي هاد الرماس أنك الرابينو marka la dagaalanka qof mu'min oo qof kale oo la dagaalama shariicadeena asal waxa ku ashay xaraam asalkeedu waa xaraam oo mid banaan ma ahkamaad aad u farabadan iyo nasaa'ih aad ii aad muhiim wa ayu hadiid kan xambaarsan yahay insha Allah tabaaraka wa ta'ala isbuuc soo socdo ayuu ka dhiganina waqtigi yaa dhacay hada wallahu a'lamu wa ahkam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam